طب دكتورة أميرة، عندنا مريم. مريم بتقول أنا حصل عندي ترهل في الخدود بالرغم من إن هي عندها 45 سنة. على فكرة يعني هو بعد 42 سنة، 45 سنة أنت كان المفروض تفوقي من قبل كده، وهي مش عارفة ليه حصل الترهل ده. حلو قوي. وبيتعالج ازاي طبعا؟ زي ما انت قلتي مش لازم نستنى من 45 وواحده تقول لي 67 ويا دوب انا اول مره ازور عياده تجميل. كل ما نبقى في مشكله، في عجز في وشنا، عايزين نطمن المشاهدين ان احنا بنحقن حاجات طبيعيه، كلها طبيعيه. اللي مش عاجبك وحقنتيه ينفع نمشيه ونشيله، فكل حاجه وليها حل. طبعا هم ما فيش حاجه ما بتعجبهمش، بس احنا الاول بنفهمها انه مشكله ان 45 سنه دي المفروض كانت بدات من بدري قوي. كل ما يبقى فيه شويه كشكشه حول العين، يا دكتور الناس عندها مفهوم ان هي بتخاف تروح لدكاتره التجميل وهي سنها صغير، لانها بيكون بالنسبه لها هتبوظي وشك، هتبوظي وشك. عشان كده احنا بنتقابل وشك وبنتكلم وبنسال وبنجاوب. صحيح. عشان نخلي الخوف او الرهبه ناحيه حقن اي ماتيريالز في الوش. لا، احنا بنحقن حاجات طبيعيه جدا، هيلورونيك اسيد طبيعي، كولاجين طبيعي. فبمجرد ما تلاقي وشها ابتدى يخس، تهدل حصل، خطايا الابتسامه، حقنت هيلورونيك اسيد بسيطه جدا بتودي دوي قاعده كله، مجرد هي بتشوف شكلها ابتدى يتحسن، هي نفسيا بترتاح. لو سابته بعد كده الموضوع هيتدهور اكتر وهيوصل لحاله اصعب. وبتعجز بسرعه. صحيح.